بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يا شيخ، حينما يموت الميت مثلا مات بعد المغرب أو قبل المغرب، ما يتمكنون من الصلاة عليه مثلا العشاء، وبعضهم يعني صار تأخير الصلاة عليه أخذها عادة، قالوا وسائل الحفظ موجودة والثلاجات والمواصلات، وننتظر الناس يجتمعون، بعضهم ما يصلي. إيش فيه؟ يمتح افتح. بعضهم يأخره إلى العصر من الغد، بعضهم يأخره إلى العصر من الغد، وبعضهم يقول صعب يصلي الفجر. هل ترى الصلاة مثل لو بعد الصلاة مثل لو بعد العشاء أو كذا على غيره؟ إنني أسأل هؤلاء البسطاء، لو أن أحد جنى على ميتهم أيمكنونه من هذا؟ أجيبوا يا جماعة، ما يمكنون. تأخير الميت جناية عليه، جناية على الميت، لأنه معصية للرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال أسرعوا بالجنازة، والعلماء قالوا يسرع في تجهيزه إلا أن يموت فجأة ويشك في موته فينتظر حتى يتيقن، وإلا فيسرع في تجهيزه. فتأخير ذلك معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة. من جهة أخرى جناية على الميت. الميت إذا كان صالحا ماذا تقول نفسه؟ تقول قدموني قدموني، لأنه شاهد عند الموت النعيم الذي سيؤول إليه وبشر بالجنة، كيف تؤخر؟ أرأيت لو كان هناك مائدة من أحسن الموائد بينك وبين 500 متر، وفي واحد مشتاق لها من أقاربك وحجزته عنها، قلت انتظر، أتكون ضغطت عليه أو لا؟ عجيب، ضغطت عليه لا شك، منعته ما هو أسر له، فيكون في هذا جناية على الميت ومعصية للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة لهدي السلف الصالح. السلف الصالح يسرعون في الجنازة حتى في السير بها إلى المقبرة، يسرعون إسراعا عظيما حتى تكاد نعالهم تتغطى من الإسراع. فلماذا نهينا الميت مسكين وهو قد بشر عند روح قبض روحه بروح وريحان ورب غير غضبان؟ لماذا نهينه؟ قالوا لأجل جهو من لندن من أمريكا من كذا من كذا، وهو الحمد لله إذا جاء يصلي على قبره، الباب مفتوح، ودعوا الميت يتنعم بالنعيم مبكرا. فأقول إن هذا كما استمعت معصية للرسول عليه الصلاة والسلام وجناية على الميت وغلط عظيم سفه، وش الفائدة من أن يقيم بين أظهرنا؟ وفي حديث لكنه ضعيف، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، وكلمة لا ينبغي معناها المنع، وهذا محبوس من أجل أن يحضر أخوه ولا ابن عمه ولا أبوه ولا ابنه، هل هذا حفل عرس حتى ينتظر قدوم الغائب؟ فهذا من أكبر الغلط، وما علمناه إلا متأخرا. كان الناس بالأول يموت الإنسان قبل الصلاة ساعة واحدة ويؤتى بالغاسل والكفن ويجهز نص ساعة أو ساعة دارب ويجاء بالمسجد ولا تخلط. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر دفنه، مات يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، بقي الثلاثة كاملا وبقية يوم الاثنين. نقول نعم هذا صحيح، لكن الصحابة أخروا دفنا لسبب لا يوجد في غيره، وهو أنهم قالوا لا يمكن أن يدفن الإمام وهو ولي الأمر قبل أن يخلفه خليفة، ولو دفن قبل أن يخلفه خليفة لكان نزاع وشقاق، لكن إبقاؤه حتى يقوم الخليفة بعده متعين. وأن تعلمون المسألة ما هينة في موت الرسول عليه الصلاة والسلام، اجتمع المهاجرون والأنصار في السقيفة وحصل ما حصل،
حتى استقر الأمر الحمد لله بالإجماع على أن أبا بكر هو الخليفة. فتأخير دفن الرسول عليه الصلاة والسلام بحاجة ضرورية ولا يقاس عليه غيره. نعم لو فرض أن التأخير سير يعني ساعات قلائل من أجل كثرة الجمع، كما لو فرض أن الناس في صلاة الظهر لا يكثرون لأن كل واحد بوظيفته، وفي صلاة العصر يكثرون، هذه ربما يتسامح فيها. أما أن يبقى يوما أو يومين أو ثلاثة فهذا غلط.